متوتر؟ طبعا كنت متوتر، شيء طبيعي ان اكون متوتر. طبيعي؟ شنو طبيعي اصلا؟ من اللي حدد المسار الطبيعي لتصرفاتنا؟ انت؟ انا؟ يختلف على حسب السياق صح؟ عايشون في النهايه بالتحاسب على اخطائنا وافعالنا بغض النظر عن الحاجه والدافع. القاتل يقتل صح؟ طيب قاتل قاتل مقتل شخص؟ يعني الضرورات تبيح المحظورات، الغايه تبرر الوسيله غض النظر عن ماهيه الوسيله. هذه القاعده، لكن لكل قاعده شواذ. للحين تحس ان انا مجنون صح؟ اسمع واحكم. صراحة أنا ما أدري شلون جات الفكرة في بالي، لكن أول ما جات عششت في مخي، تركت بصمة على مخاعي الشوكي. صحيح الأفكار تجي وتروح، لكن هالفكرة كانت غير. كل قاعدة شواذ صح؟ المهم ما كان لي أي دافع أسوي اللي سويته. ما ضرني في يوم من الأيام، ولا إنه خذ فلوسي، ولا سوى لي شيء. بس عينه يا أخي، عينه هالخايس هودي. عينه ما ادري شلون مو بسيده خايسه تلوع الكبد، المهم ما يهمه بسمة الكل. كل ما اشوف عينه تجيني قشعريره يا اخي، لوعة كبد لوعة كبد كل ما اشوف عينه. فقررت اتخلص من عينه للابد. نيمار بطل فرس تقول اني مينون؟ اسمع وتعلم يا حلو. عاملته احسن معامله، مو بعشان ما يشك، لان اخر اسبوع في حياته كسر خاطري، وبعد عشان ما يشك. كنت اروح للميلس وادي له كنافه، كان يحب الكنافه، ذكرى في امه الله يرحمها، هي بعد كانت تحب الكنافه. عقد انا هو لما يفضل الميلس حول الساعه 1:12 كذي، ني يسولف لي عن امه الله يرحمها. وانتم انا وهو وعينه، عينه هي الشيطان ثالثنا. وبقول لك ما اختلى رجل بامراه إلا كان الشيطان ثالثهما. بس هني وين المرأة؟ ما في مرأة من الأساس. ممكن أدخن؟ تفضل. المهم رحت الميلس مثل كل مرة، كان معاي كنافة، ما كان في ملامحي أي شيء يدل على نواياي، ولا كنت شايل سلاح حتى. الله يسلمك كان سلاح العلم. صدقي أنا المهم سويت سيرت جوجل شلون أقتل شخص بدون ما أكون سسبيشس. الله يخلي التكنولوجيا، خلت حياتنا اسهل صراحه. نطرت لين ما الكل طلع، وعشان صدق اخلي سلاح العلم ذبحت بقلم. عزوز باور شيك عزوز يا اخي، بشتغلت هاي تشتغل عندكم هذا؟ يا شو ما تصير؟ في شغله انا يا شيخ نفتل. ايش متشغل؟ موزات ريكويم. ايش فيك تضحك؟ تذكرت شيء بس. تدري ايش اللي تذكرته؟ تذكرت ان هالموسيقى هي موسيقى قداس الاموات. وانه بعد شوي بيموت على الحانها. ممتع صح؟ والله الفعله لازم تنحط في متحف فن على علم على ادب على كل شيء.
شوف 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 شلون العلم بي في الموضوع. شوف شوف شلونك؟ كيف؟ ما أعلى؟ فهالفترة اللي كنت قاعد أخطط فيها كنت الله يسلمك أدرس أناتومي الإنسان، خصوصاً الشرايين والأوردة. أبى أشوف الوريد اللي من ضرب واحدة أقتله. لقيت الله يسلمك تحت الفك، واضح كاشف نفسه بنفسه. أزيدك نافع؟ نعم سايفيني خير والله. تأكيد بسوي خير، بفكك من عينك الخايسة. انت اقول انا قلت من مكانك ورحت وراك. قمت من مكاني ورحت وراه.
طلعت من الحمام شقيت الكرسي دخلت المرحوم داخل ورديت سكرته. صارت عينه والقطن داخل الكرسي واحد. منطقي اصلا لان عينهم قطره. رحت فتحت الباب الا اثنين من ربع المرحوم. الحبيب مكلمهم قبل ما يتوفى قال لهم حيكم عند الميلس. كنت مدخلتهم داخل وابتسامه عريضه شاقه وجهي طبعا مبتسم ما في وراي عين احاتيها. عشان اعزز شعوري بالنصر قعدت على الكرسي اللي هو داخله. قعدت مجابلهم كملنا سوالف. فجأة حسيت بصداع، صوت طنين مزعج مو بعارف من وين الصوت، الصوت قاعد يرتفع، الصوت قاعد يزيد، احاول اضحك معاهم مو بقادر، الصوت قاعد يطحن ويطحن مو بعارف من وين الصوت، الصوت مو في مخي، الصوت طالع من قلبه، شلون الصوت طالع من قلبه؟ انا مو بعارف شلون الصوت طالع من قلبه، صوت يرتفع اطق الارض بريلي مو بقادر، هم يسمعون؟ لا اكيد يسمعون، هم يدرون، لا اكيد يدرون، هم يدرون بس قاعد يستهبلون علي، يستهبلون علي، الصوت اموت من شق الصين مو بعارف شو اسوي، شقيت الكرسي قلت لهم اكو صوت انقلب المزعج. Thank you.